ولا يسمى الخرافة، كان والده ولا مصلى على النبي نحو 20 30 في النهار. وسلطان الغلة مسمينا راه. الله يعينك. الله يعاونك عايشك يرحم والديك. فيش تعمل في الظلف؟ داخله في الظلف فيش تعمل؟ نحو في الهندي. نحو في الهندي خرجوا فيه كسبور للخارج ولكل بلاصه، وحنا خدمت نهار. ما شاء الله ربي يعاونك. ديما تخدم هكا انت؟ ديما نخدم هكا، من تو نكملوا الهندي نولي في مسهم الزيتون. ونخدموا هذاك هو. احنا تو على ابواب الشتاء ومازال فما هندي ومازال تنحو في الهندي؟ يقعد الهندي ما يتقطعش بكل. ما يتقطعش بكل الهندي. يوصل للربيع يقعد. ما شاء الله، يعني في بوعرقوب هوني في البلاصه هذه ولا في البلايص الكل؟ بوعرقوب بنوايل، لا بنوايل بعرقوب اكثر بلاصه فيها الهند. خربشيه بعرقوب بنوايل هذول اللي ينتجوا الهندي، مناطق هندي. خلينا نحكيو عليك انت وانت تنحي في الهندي، ما شاء الله والله بصراحه توجع القلب. شفتك يعني داخله لداخل و... يا لطيف. ريت يدينا بالشوك والحبوب. شوش نعمل؟ والخبزه مره نخدمها لاولادنا خاطر لازمنا نعاون. شهريه مش تعمل برك. سامحني بلي قداش تاخذ في النهار؟ يعطينا 20 دينار ما نكذبوش على الفلاح حرام علينا. 20 دينار ويدك منقبه هكاك؟ هكاك مش نعمل، لازمنا نعاون. الراجل وحده ما يقدرش باش يعاون كل شيء. لازمنا نخدموا مرا وراجل باش نتعاونوا باش نوصلوا. ما دامنا نلقوا الخدمه نخدم نكمل. مهندس ولدي متخرج تو. ما شاء الله خرجتهم يعني من الخدمه اللي تخدم في الهندي وصلتوا متخرج مهندس تو. ما شاء الله على الاقل يرجع لك ويعوض لك تعبك ان شاء الله. لا باهي ولدي معاي يرحم والديه، باهي ولدي معاي. ما شاء الله. وانت نجوك انت تو. عندي بي ولدي طلعني. الله يعينك. يعيننا ويعينك يرحم والديك. عندي مصلي على النبي 5 ساعات قلت لهم كل بخدمة النهار. ما شاء الله. وبنيت لولدي مصلي على النبي ملي ناس صغيره نخدم معاهم تو. هاك مناضل انت ما شاء الله. صلي يعني بي ربي شداتنا شد يشد في الله وربي ان شاء الله يعيننا ويعين امتنا محمد. الله يسترك. انت تو يعني في الظرف هذا وفي العمر هذا داخله يعني في الظلف وفي الشوك وفي ملي نخدم على روحنا نخدم ولا نمشي نطلب من عند الناس. كي نخدم على روحي نصلي يعني بيهم كون ولادي صحة ربي يعطيني الصحة. الحمد لله. قداش عمرك بالله؟ والله 67. ما شاء الله مازلت البركه. صلي هاني بربي ان شاء الله يصلح راسي. الدوله انت معناها تو عطيتك منحه؟ عطيتك حاجه؟ لا ما عطيني حتى شيء، نخدم بخدمه حتى مولاي بيتي يخدم يخدم تو انا ياخذ بالشهريه 170,000 مش تعمل؟ ما تعمل لا شيء، هاني نعاون. قايمه بذراعك وبي... قايمه بذراعي ونعاون في وليداتي مصلي يعني في بناتي 4 عرست وجدت عرست ولدي 2 مصلي يعني في. ما شاء الله عرست لهم كل من خدمه النهار. من خدمتهم شويه وني شويه ولا ولدهم مصلي يعني في عرست لهم. انت تو كنت تبدا تنحي الشوك هكا وكل شيء عادي. عندي مصلي يعني في ديني صحه من عند الله. ما شاء الله تورينا ذراعك كيما هكا فيه. مصلي يعني في هاني لاني ديما نلقط فيها اسمعني. اللطف عليك. عامله ياتي هذا من هنا هذيك اكثر مني دخل في يديها ياسر. هاك عندها الحساسية والحمد لله وليد كي نخدم والله نولي لاباس كي نقعد نمر سبحان الله من عند الله رب ان شاء الله. يعني انت معنا تاكل في سلطان الغله الهندي ديما خيرات مصلي على النبي والفلاحه يرحم والديهم. عندي نكون قداش نخدم معاهم عندي سنين الله بهين الفلاحه بهين يرحم والديهم ما نكذب عليه يخلصنا وما الواحد مش يكذب عليه حرق يرحم والدي. خاطر سمعنا في برشا حاجات يقول لك مثل المراه تخدم وما تخلصش ويستغلوا فيها وكذا. لا ولدي حرام عليك. يا لا يرحم والديهم فلاح الكل يخدم عندهم يخلص. لا مش يكذب حرام مش حتى اقول حتى في وجهه. بكل بس والله قد ما خدمت معاه توتين الله يخلص. ولا قداش عندها قريب 10 اكثر. انا والله من حي باباك الله يرحم. ما شاء الله 10 سنين. انا 10 سنين اكثر من 40 سنين نخدم. ما شاء الله. والله ملي بنت 12 سنين ولي نخدم لتو. يبارك هذيك الخدمه معايا دوك 10 15 عام. ما شاء الله ان شاء الله ربي يبارك ست ان شاء الله العقد نزيف مميزه هذيك ديما تخدم معاه وربي يصلح الفلاح قال مجاهده ما شاء الله وتخدم بنيه وضمير يصلح راي وليداتي وليدي وبنياتي وان شاء الله ربي يعيني عليهم. ما شاء
الله يعينك ان شاء الله وربي يستر. طالبه من عند الله نخلص ديني ونمشي بتربي يز. تحبي تعمل حجه؟ نحب نعمل حجه من عند الله وبذا ان شاء الله. قديش لمت تو باش لا ما زلت اتمنى عقلت البنتي ولدي عمي فات عقلتك بعد خمف الحج قلت لهم انا عندي شويه دين نخلصه وبعدين نلمد للبترب توني يتفرج فيك تحب شكون هكا مثل يهدي لك حجه يهدي لك عمره ان شاء الله ان شاء الله كتالي كتفتي ان شاء الله ولدي من عند الله تحب تمشي لبيت مكه؟ نحب والله طالبه نطلب والله بيت مكه كل ليله في الثالثه نحطها ما نتفرجش حتى من المسلسل لقاني نطلب من عند رب يا ربي نمشي لمكه ان شاء الله نقول يا ربي تعطيني نرزق الله والحلال ما هو رزق الله والحلال باش نمشي فيه إيه؟ نطلب من عند الله كل ليله من عند الله وربي ان شاء الله يقبل علي ان شاء الله يعني تحط التلفزه تتفرج في بيت مكه تحب تزور المدينه بيت اللي في الليل تخدم في بيت مكه وماكش الحل فيه نخاف من ربي ما نخافش منكم انتم هذيك ديما يوم المسلسل ما نتفرجش فيه بكل ان شاء الله يكون ربي يستجيب لدعواتك وان شاء الله الناس الخير هكا تهدي لك حاجه تهدي لك عمره ان شاء الله قدره الله والمولى ومن عند الله والسهيل من عند ربي راه ربي يصلح حالك متشوقه نحب نمشي لبيت مكه نمشي لبيت مكه قلت لك ناني قلت وعقلت لبناتي ولولادي نطلب من عند الله نخلص الدين شويه حرام علي خاطر كي مش نمشي وبعد تالي نوب علي ربي نخدم ونبت قديش عندك دين قديش؟ عندي والله عندي شويه دين نتاعي نعاون ولادي اسمعني ولادي هو خدام ونعاون فيه قديش مثال الدين قديش؟ يا ياسر مش نقول لك وليدي ان شاء الله من هنا ملايين حتى عقلت بنتي وولدي فقدها